السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي مرحبا بكم في قناتكم تربية الكتاكيت واتمان. هاد النهار عاوتاني جانا أنا بلان جديد. اضطريت أنني حيدت الدجاج من هنا، طلقتو في الجهة الأخرى، وهذوك الفلال الصغار غندخلهم لهاد البلاصة لهاد اللوكال هذا. كان المشكل ديال الضيق هنا والذكورة كيدابزو، فهمتي؟ يعني هذا مشكل بالنسبه ليا، ما غيكونش نسبه التخصيب ما تكونش مزيانه. اللهم نطلقهم في مساحه كبيره باش يتبدلوا الذكور، يكونوا مبعدين على بعضياتهم، وما يكونش هذاك حتى الذكر حتى واحد الذكر ما تيخليوهش ياكل ديال الفيومي. داكشي علاش اضطريت انني نطلقهم تما وغادي نجيب الصغار هنا. وفكرت في نفس الوقت اللي كنت كنفكر هاد البلاصه هادي غندير فيها السمان، حيت ما عنديش شي بلاصه اخرى. الفيرما فيها الشجر بزاف، ما عنديش فين ندير. يعني هاد البلايص اللي كتشوفوا ها، انتم كيف ما كتشوفوا هاد اللوكال هذا اللي كاين راه كله شجر، ماشي كله شجر ديال الليمون. كاين هنايا هادي الشجره، كاين ليزانو، كاين الرمان، ماندارين، يعني مخلط. ما عنديش كيفاش ندير باش اضطريش انا ندور عليهم هاد الشبكه هادي هاد المسافة كاملة ويبقى وسط الشجر. وهاد الجوج حطيتهم هنا حيت هاد الذكر كيداوز ليا مع الذكور الاخرين، اضطريت انني حطيتهم بوحديتهم. راه من جهة اخرى راه كاينة شبكة وكاينة شبكة واحدة اخرى. وهنا فكرت غنحط فيه الفلال الصغار ديال الفيومي، وهما دوك الفليسات كلهم راه على برا دابا، مازال ما دخلتهمش حتى الليل، حيت دابا غادي يحمقوني الا بغيت ندخلهم، ما غيتشدوش ليا. داكشي علاش نخليهم حتى وكان حتى الليل ملي بيتو عاد نشدهم ونجيبهم هنايا. كنت بغيت نطلقهم في هاد البلاصه كامله، وانا نفكر السمان ما عنديش سمان جمعه، ما عنديش فين نديرو، حيت ديجا عندي واحد البيت اخرى فيها السمان العادي، ما يمكنش نخلط. ويطلع عليا فكره انني هاد البلاصه هاد البلاصه هادي غنحط فيها السمان. راه جبت الشطابه غنقيها وغنحط فيها السمان وغتسد، وهنا غيكون فلال الصغار، فهمتي؟ هادشي اللي كاين الاخوان، ما مخليكم معايا حتى وكنشطبوا هاد البلاصه هادي، وديك الساعه نجيبوا السمان نحطو ونكمل لكم. هانتوما اخوان، جبنا نجاره فرشناها عليهم، دابا غنمشي نجيب لهم الشرابه ديالهم ونحطها الوسط، ونجيب لهم فين نعطيهم العلف ديالهم، ونحط لهم العلف والماء ديالهم، عاد نحولهم ان شاء الله. خليكم معايا. ها حنا من بعد ما جبنا ليهم الشرابه، حطينا لهم بلاصه فين نحط لهم الماكله، ما بديتش كنجيبهم في الصنادق، غادي نطلقوهم. بسم الله. هنا هي كاين 50، مازال غادي خليكم معايا حتى نكملهم كاملين. هانتوما الاخوان، من بعد ما دخلناهم عطيناهم الماكله ديالهم، السكاليم ديالهم. المهم هذا هو اللوكال ديالهم حاليا. فاش كنت كنحطهم خرجوا لي هنا، وهذا السمان صراحه والله ما كيسمح. تتقرب ليه حتى ما يهربش، ماشي تخلع ما حتى شي حاجه، تقرب بها صافي تشد بسهوله. ها مسوق شو الله ما مسوقين. ها تتقلبو ويبقى يلعب. انا نعذبو شويه نشوف واش يدير. هو مشى اللي بدا شي يلعب عاوتاني. هلا هادشي اللي كاين الاخوان. دابا مهم لوكال ديال السمان انا كديشو، غنسد عليهم هنا، وهنا ان شاء الله غيكون الفلو الصغير. ومخليكم معايا حتى نكملوا هاد الخدمه هادي ونحطوا لكم الفيديو ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. انا دخلتهم كاملين دابا، دخلتهم كاملين، راه ماشي ياكلوا بخير يعني مرتاحين. ايوا نتمنى من الله يسخر فيهم. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.